عمل عن جراحة السمنة، وبنستضيف ضيوف أجانب. عندنا دكتور ماركو أوتو من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، ومعانا دكتور سيليسيا ده من إيطاليا من جامعة كبيرة في جنوب روما. معانا كمان زميل من جامعة أسيوط، مشتغل من الناس الجراحين الكويسين جدا في جراحة السمنة، هيبقى موجود معانا بكرة إن شاء الله. الحضور الحمد لله كويس جدا، كل الناس من كل محافظات مصر موجودة، من القاهرة موجودين، من اسكندرية، من عين شمس، من منوفية، من الزقازيق، من طنطا، من كل مكان، سواء كان كبار الجراحين، ناس الكبار اللي بتشتغل، أو حتى من صغار الشباب الجراحين اللي عايزين يتعلموا جراحة السمنة. حضور الحمد لله كويس جدا من كل مكان. تمام يا دكتور. Show you some tricks. Before you have to choose the place you have to stay, you need a good access from the